بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. صدق الله العلي العظيم. مليون وسبعمائة ألف دينار، هل هذا أفضل أم سبعة عشر ألف دينار؟ الجواب واضح، المليون والسبعمائة ألف دينار مئة ضعف السبعة عشر ألف دينار. والأكثر أفضل بكل المعادلات. إذا أردت الحياة الدنيوية المرفهة ذاك أفضل، إذا أردت التجارة ذاك أفضل، إذا أردت خدمة الناس في دنياهم ذاك أفضل، إذا أردت خدمة الدين ذاك أفضل. بكل المعادلات المليون والسبعمائة ألف دينار أفضل. نقطة الخطأ هنا، البشر بطبيعته نظرته إلى الحجم، إلى الكم، إلى المقدار، وهذا خطأ فادح كبير من أول ما يعرف الإنسان ما حوله إلى أن يموت. الكثرة، الحجم، العدد، المقدار، هذا هو الأفضل في عين الإنسان، وهذا هو الخطأ الفادح. أحيانا القيمة تكون بالعدد، بالكم، بالمقدار، وأحيانا القيمة تكون بالكيف، بالنوعية. أحد التجار المؤمنين من هذا البلد تبرع بمبلغ مليون وسبعمائة ألف دينار لشيء حسن، لبناء مسجد في إحدى المدن المقدسة، وقد بني المسجد. طبعا المبلغ مبلغ كبير، القضية قبل سنوات، طبعا قبل لعله ما يقارب من 20 سنة. في ذلك الوقت خصوصا هذا المبلغ كان مبلغا كبيرا، بني
في تلك المدينة المقدسة في مكان مزدحم جدا، مسجد كبير فخم جميل. أنا مررت من ذلك المكان أكثر من مرة. أحد المؤمنين الخيرة الثقات بل العدول هو يسكن في تلك المدينة المقدسة، كان يقول هذا المسجد مسجد كبير وجميل، هذا المسجد قد تمر أيام ولا يدخل فيه شخص واحد، والأبواب مفتحة طبعا، وفي مكان مزدحم، مزدحم جدا، يعني يوميا من حول هذا المسجد أطراف هذا المسجد لعله عشرات الآلاف يمرون. وفي سائر الأيام إذا دخل في هذا المسجد يدخل في 24 ساعة شخص، شخصان، ثلاثة، خمسة. وفي المقابل 1% من هذا المبلغ، يعني 17,000 دينار، 1% يكون أحيانا، وبالفعل لا أقول أحيانا، هذا الشيء قد حصل، بنيت مساجد بهكذا مبالغ بل أحيانا أقل من هذه المبالغ، وترى المسجد مسجدا يتردد عليه الناس بكثرة، في كل يوم 100 وأكثر من 100 شخص يصلون في مسجد، مع أنه مسجد صغير، مع أنه مسجد في مكان ليس مكانا مزدحما، يتعبد في هذا المسجد، تقام مجالس حسينية في المسجد، يقرأ القرآن في هذا المسجد، دورات تعليم أمور دينية، تعليم القرآن، تعليم الأحكام، تعليم الأمور الدينية في هذا المسجد. ما المشكلة في ذلك المسجد؟ وما المزية في هذا المسجد؟ ذاك اسمه مسجد، هذا اسمه مسجد. المشكلة في كلمة واحدة فقط، البركة. هذا الشيء الذي قد لا يجعل البعض له وزن، ولا والواقع أنه كل الوزن لهذه الكلمة، البركة. تجد مالا مباركا كبيرا أو صغيرا، وتجد مالا غير مبارك كبيرا أو صغيرا. المال مال، هذه 100، هذه 100، هذه 100 مباركة، هذه 100 غير مبارك. نبحث من هنا وهناك عن سر المشكلة، لماذا هذا المال صرف هكذا، ذاك المال لا صرف في محله، أموال تتلف، أموال تصرف في مجالات سيئة، أموال تصرف في مجالات على الأقل تافهة، لماذا؟ وأموال أخرى تصرف في مجال حسن جيد ممتاز. سابقا أنا عندما كنت أسمع هكذا قضايا أو أرى هكذا قضايا أحيانا، كنت أتأسف، لماذا هذا المال ذهب في مجال سيء أو في مجال تافه؟ شيئا فشيئا أصبحت لا أتأسف أصلا، 100 أضعاف هذه الأموال، آلاف أضعاف هذه الأموال لو ذهبت لا أتأسف أصلا. يعني كنت أتأسف لأصحابها طبعا، لا أتأسف أصلا نهائيا. لماذا؟
لأنه عرفت أن هناك أموال لا يحبها الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه الأموال لا تذهب إلى أماكن حسنة، مال لا يحبه الله، طبعا ليس من دون سبب، لكل شيء سبب، ولكن مال لا يحبه الله سبحانه وتعالى، قليلا أم كثيرا؟ أنا أقول قليل أو كثير، ليس مهما أصلا هو قليل أو كثير. دينار لا يحبه الله سبحانه وتعالى أو مليار دينار لا يحبه الله سبحانه وتعالى، لا فارق، مال لا يحبه الله سبحانه وتعالى، هذا المال لا يذهب إلى مكان حسن. تجد الإسراف، لا التبذير، مال ذهب أين؟ لماذا ذهب؟ لا تعلم. يتزوج بمبالغ فيها إسراف، يزوج أولاده بمبالغ فيها إسراف، أحيانا تبذير، يسافر بمبالغ مبالغ فيها، يتنزه بمبالغ مبالغ فيها، مال غير مبالغ مبارك يلزم أن يذهب إلى هذه الأماكن، يتلف والعياذ بالله، والعياذ بالله، في مجال حرام، في تبذير، في إسراف حرام، وأحيانا على الأقل، على الأقل في مجال تافه، مال لا يحبه الله عز وجل يذهب. لماذا تتأسف أنت؟ يرسل أبناءه للدراسة بمبالغ كبيرة، علم أبنائه الذي اكتسبوه بأموال أبيهم بأموال أمهم، هو هذا العلم يكون سبب مشاكل هذا الأب، سبب مشاكل هذه الأم، نفس هذا العلم، مال غير مبارك، مال لا يحبه الله عز وجل، يذهب إلى مكان سيء. تعبت، حصلت على هذا المال، تصرفه في مجال، هذا المجال يكون ينعكس عليك، والعياذ بالله أحيانا ينعكس على الإنسان في الآخرة، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، العياذ بالله تعالى، العياذ بالله تعالى. اللهم أعذنا. شيء غير مبارك لا يحبه الله عز وجل. لماذا لا يحبه الله عز وجل؟ لأن مصدره حرام، قد يكون، لأن مصدره قد لا يكون محرما، لأن مصدره سيء، الشخص يتقاتل على المال، على هذا المال. يا أخي الله عز وجل هو الرزاق، رزقك يصل لك، امشي بصورة صحيحة، لا، بأي طريق من الطرق يريد أن يحصل على المال، هذا مال سيء، حتى لو حصلت عليه من طريق محلل، هذه النفسية نفسية سيئة. مرة الإنسان يتعب نفسه لتحصيل المال في سبيل الله عز وجل، هذا عمل في سبيل الله، هذا شيء حسن. مرة الإنسان يتعب نفسه لتحصيل المال لنفسه لحياته، لا بأس، التجارة شيء حسن، تحصيل المال الحلال حسن، ولكن اعمل وعينك على فضل الله عز وجل. لا، هذا المال يلزم أن نحصل عليه، لماذا؟ هذه النفسية نفسية تجعل هذا المال غير مبارك. أحيانا أمور أخرى تتدخل، المال يصبح غير مبارك، يتلف أو يخزن، المال الذي يخزن هكذا مال مبارك؟ طبعا غير مبارك، نوع تلف، هذا المال الذي يتخزن يتجمع وهكذا يبقى، هذا مال مبارك؟ المال طريق،
فقط طريقيته. التفاح قيمته بأنها تؤكل وتصبح قوة في جسمك. التفاح الذي خزنته هكذا هذا مبارك؟ لا، ما وصل إلى مجاله الصحيح، إلى مكانته الصحيح. المصدر، مصدر المال، نفسية الشخص في تحصيل المال، خداع هذا وخداع ذاك، إحراج هذا وإحراج ذاك في سبيل تحصيل المال. أحد التجار في بلد آخر أعطى مبلغا جيدا لا بأس به لواسطة ليوصل هذه الواسطة، ليوصل هذا المبلغ إلى شخص، إلى مرجع تقليد، هدية له من ذلك التاجر. مرجع عنده مصاريف، مصاريف شخصية طبعا غير المصاريف العامة، مصاريف الشخصية لا يتصرف في الحقوق الشرعية بعض الفقهاء هكذا. عرف هذا التاجر هذا الشيء فأعطى هدية له بواسطة فلان، هذا الشخص الواسطة أخذ المبلغ ذهب إلى ذاك المرجع، طلب من ذلك المرجع أن يعطيه شيئا من الحقوق الشرعية. هذا الواسطة طلب من المرجع، المرجع قال له بصريح العبارة أنه لست أهلا أن أعطيك من الحقوق الشرعية. قال خل لا بأس، إذا كانت هناك مبالغ لك تعطيني منها؟ قال لا بأس، إذا كانت لي مبالغ جيدة أعطيك. فقال له التاجر الفلاني بعث لك مبلغ كذائي هدية لك فأعطني. المرجع أيضا أحرج، قال لا بأس لك المال. هذا المال أخذ بأي طريق؟ بطريق إحراج. يعني أنت لا تفهم أن هذا المرجع عنده مصاريف بالنتيجة، بشر يعيش، عنده عائلة، عنده كذا. هذا المال مبارك يعني؟ هذا المال سوف يصرف في مكان حسن؟ إحراج، إحراج الناس، بعض الناس يحرجون، يحرج هذا يحرج ذلك في سبيل ماذا؟ في سبيل أن أحصل على المال، كأن هذا المال هو الذي يعطيني، هو الذي يرزقني. لا، الرزاق هو الله عز وجل. خذ المال النظيف بطريقة نظيفة. هذا الإحراج ليس شيئا جديدا، في زمن المعصومين عليهم الصلاة والسلام كان رواية مشهورة، رواية صحيحة السند، الكليني في الكافي الشريف عن علي بن إبراهيم على ما ببالي عن إبراهيم بن هاشم، رواية صحيحة السند. إبراهيم بن هاشم ينقل القضية، يقول كنت عند الإمام أبي جعفر الثاني، الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فدخل عليه فلان، لا أريد أن أذكر اسمه، شخص طبعا غير مشهور، فقال له ذلك الشخص أمام الناس، يقول للإمام الجواد عليه الصلاة والسلام اجعلني من 10,000 صرفتها في حل، اجعلني في حل، خلاص من أموالك، كانت عنده مجموعة من أموال الإمام عليه الصلاة والسلام، اجعلني في حل من هذه الأموال. فقال الإمام أمام الناس، الإمام ماذا يقول له؟ فقال الإمام عليه الصلاة والسلام أنت في حل، خلاص. الإمام يحرج؟ نعم يحرج. الإمام حي، درجة حياء المعصومين عليهم الصلاة والسلام في أعلى الدرجات كانت. وثم الإمام عليه الصلاة والسلام يراعي دين الناس، يراعي عقيدة الناس في جوابه، يراعي 1,000 شيء وأكثر. قال له أنت في حل. فلما ذهب المجلس صار خاص، البعض بقي. قال الإمام عليه الصلاة والسلام، هذا لعله نص كلام الإمام أو قريب من النص، أحدهم، الإمام عليه الصلاة والسلام قال أحدهم يثب على أمواله حق
آل محمد. صلوا عليه وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم، ثم فيأخذه ثم يجيء فيقول اجعلني في حل. أتراه ظن أني أقول لا أفعل؟ يعني أمام الناس أنا أقول لا ما أجعلك في حل؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا. تحرج الشخص وتأخذ أمواله. أناس سيئون، لا لا تستعجل، اليوم أيضا بعضنا يصنع مثل هذا، ليس فقط فلان. صالح بن محمد بن السهل اسمه طبعا، صالح بن محمد بن السهل فقط يصنع هكذا؟ لا، بعضنا اليوم في هذا الزمن أيضا نصنع. عنده أموال الإمام، أرواح العالمين له الفداء، يتهرب بأي طريقة، لا يعطي أموال الإمام، شراكة جعلها الله سبحانه وتعالى في مالي، الإمام شريك، شريك شريك بما لمعنى الكلمة من شراك، من بما له كلمة الشراكة من معنى شراكة، شخص أعطاك مالا شريك معك، الخمس شراكة، الله عز وجل مالك الملوك، مالك كل شيء، المالك الحقيقي، عندما يعطيك شيئا هو الله عز وجل جعل في هذا المال الذي أعطاك جعل شراكة، شراكة للإمام، أرواح العالمين له الفداء، لإمام كل زمن. يتهرب فقط ذاك صالح بن محمد بن سهل؟ لا، عندنا كثير صالح بن محمد بن سهل يثب على أموال حق آل محمد صلوات الله عليهم. اللهم صل على محمد. والعبارة جميلة، يثب قفزة. أو إذا أراد أن يعطي يماكس، يؤخر، يسوف، كأنه يريد أن يعطي من أمواله. هذا مال مبارك، تتوقع من هذا المال البركة؟ تتوقع أن ترى الخير في هذا المال؟ انصرف في الحرام والعياذ بالله، انصرف في مجال حلال يصبح مثل ذاك المسجد. أنا طبعا لا أعرف قضية ذاك المسجد من المتبرع، ولكن قيل أنه من هذا البلد، لا أعرف تفاصيل، كان يخمس ما كان يخمس لا أعرف، ولكن أقول هكذا يصير. لو أراد الشخص أن يصرفه في مجال حسن لا يكون حسنا، لا يكون مباركا. هذه النفسية. القضية ليست فقط قضية في المال، في كل ما تعطى من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس أعمارهم أعمار مباركة، قصيرة أو كثيرة أو طويل، بعض الناس أعمارهم أعمار غير مباركة، عمره غير مبارك، بعض الناس نسله مبارك، بعض الناس نسله غير مبارك، بعض الناس جهده مبارك، بعض الناس جهده غير مبارك، بعض الناس منصبه مبارك، بعض الناس منصبه غير مبارك، وجاهته مباركة، وجاهه غير مباركة. البركة في كل شيء. سؤال وجواب سريع، ماذا نصنع؟ طبعا القضية بحاجة إلى تفصيل كلمة. ماذا نصنع للبركة، لتحصيل البركة؟ البركة في المال، البركة في الناس، نسلك يكون مباركا. هؤلاء الذين تعبت عليهم ليل نهار، أبناؤك، بناتك، أحفادك، يكونون مباركين، ماذا نصنع؟
بسرعة من دون توقف. 5 كلمات. أولا من مصادر البركة، أولا كن حسينيا، فيه تفصيل طبعا. ثانيا اخدم قضية الإمام صاحب الأمر الروح العالمين له الفداء. ثالثا أد حقوق الناس، ليس فقط الحقوق المالية، أد حقوق الناس على الأقل الحقوق الواجبة في المال أو في غير المال. رابعا صلة الرحم بصورة خاصة الوالدان الوالدان الوالدان. خامسا حسن الخلق. أقول لكم هذه القضية، أحد العظام كان يقول، فلان من المراجع الماضين المشاهير رضوان الله تعالى عليه، كان شخصية مشهورة في تقواها في زهده في علمه، يقول هذا العظيم عن ذلك المرجع المتوفى، يقول كان ذلك المرجع عنده أخوان عالمان متقيان زاهدان، ولكن حصلت بركة في نسل هذا المرجع ما لم تحصل، وفي حياته طبعا في حياة المرجع ذاك وفي نسله حصلت بركة لا نجد على الأقل من الناحية الظاهرية لا نجد مثلها في حياة أخويه. والأخوان لعلهما لا يقلان علما عن هذا، لا يقلان تقوى وخوفا من الله عز وجل، لا يقلان زهدا، ما السبب؟ كلهم كانوا بدرجات عالية من التقوى والزهد والعلم، ما السبب؟ هذا وفق، هذا صارت بركات في حياته بركات في نسله، ولكن ما صار هذا الشيء بهذا المستوى. طبعا يقول الذي خطر ببالي، هذا الشخصية العظيمة كان يقول، يقول الذي خطر ببالي أمران، هذا المرجع الذي وفق حصلت بركة في حياته وفي نسله كان حسينيا جدا، وكل مؤمن حسيني طبعا ولكن الدرجات مختلف، هذا أولا. وثانيا وفق لخدمة والدته أكثر من أخويه لظروف خاصة، طبعا خدم والدته كثيرا، جازف بالأمور، ترك كثير من الفرص التي كان يطلبها من أجل والدته لظروف خاصة، وفق لخدمة والدته، كان حسينيا وخدم والدته. أختم كلامي بحديث شريف، هذا الحديث نقله الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي بسند صحيح أعلائي حسب تعبير البعض عن الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليهما قال: كان أمير المؤمنين، الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول للراوي، الراوي هو جابر، جابر الجعفي، كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه بالكوفة عندكم، جابر كان في الكوفة، يغتدي كل يوم بكرة، يغتدي يعني في الغداء يعني صباحا، يخرج في كل يوم بكرة في وقت مبكر، نعم يغتدي كل يوم بكرة من القصر، قصر يعني قصر الإمارة، مكان الحكم كان يسمى قصر الإمارة، فيطوف، طبعا ما كان قصر بمعنى القصر الذي نقول، بيت متواضع ولكن بيت كبير كان فيه غرف فيه أمور كثيرة، كانت يسمى بقصر الإمارة، فيطوف في أسواق الكوفة، الإمام في كل يوم كان يذهب يطوف في أسواق الكوفة إلى أن يقول عليه الصلاة والسلام: فيقف على أهل كل سوق فينادي: يا معشر التجار، تجار يعني ماذا؟ يعني تاجر كبير؟ لا، أنت تتاجر ولو بمال قليل، الذي يسعى في السوق للتجارة: يا معشر التجار اتقوا الله عز وجل،
أول نصيحة كل الأنبياء، كل الرسل، كل الأوصياء، كل العظماء، اتقوا الله عز وجل. يا أخي كن خائفا من الله سبحانه وتعالى. يا معشر التجار اتقوا الله عز وجل، فإذا سمعوا صوته ألقوا ما بأيديهم وأرعوا إليه بقلوبهم وسمعوا بآذانهم. فيقول عليه الصلاة والسلام: قدموا الاستخارة. الاستخارة هنا بمعنى طلب الخير من الله عز وجل. قبل أن تعمل أي عمل اطلب من الله عز وجل الخير، هذا شيء له آثار كبيرة حسنة، حتى في نفسك له آثار ناهيك عن عملك. قدموا الاستخارة، شاهدي في هذه الكلمة، وتبركوا بالسهولة. كن سهلا، بعض الناس صعب في أي مجال تريد أن تتعامل معه صعب، بعض الناس سهل. هنا طبعا الخطاب في المجال التجاري، كن سهلا، لا هذا المبلغ ولا غير. يا أخي كن سهلا، لا أقول دائما تنازل للناس، لا كن سهلا، لا تكن صعبا مع الناس في تعاملك. هذا فيه البركة، البركة بالسهولة. وتبركوا بالسهولة. نقرأ بقية الرواية بسرعة. واقتربوا من المتبايعين، واقتربوا من المبتاعين، الذي يريد أن يشتري مبتاع. وتزينوا بالحلم وتناهوا عن اليمين، يحلف والله كذا بالله كذا، حتى لو كان الحلف صادقا، اسم الله عز وجل أعظم من التجارة من المال. وتناهوا عن اليمين وجانبوا الكذب، تجنبوا يعني كن جانبا، اجعل الكذب جانبا آخر، وجانبوا الكذب وتجافوا عن الظلم، وأنصفوا المظلومين، ولا تقربوا الربا، وأوفوا الكيل والميزان. لي أريد زيادة، له نقصان، حتى في العمل، حتى في الإجارة. فلان أجير طلبت منه عملا، أريد منه عملا كبيرا، أنا عندما أكون لا، أوفوا الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فقط أنا. يا أخي ذاك أيضا عنده جهد. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول الإمام الباقر صلوات الله عليه، فيطوف الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فيطوف عليه الصلاة والسلام في جميع أسواق الكوفة، ثم يرجع فيقعد للناس. كل يوم كان يصنع هذا الشيء، ثم يرجع يستقبل الناس، حوائج الناس، قضايا الحكومة وأمثال ذلك. البركة، طلب الزيادة لا، طلب البركة. وجعلني مباركا أينما كنت. بعض الناس مبارك، لماذا؟ لأسباب. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات المبارك الأعظم في هذا الزمن، بقية الله الأعظم أرواح العالمين فداء، أن يجعلنا مباركين، أن يجعل أعمالنا مباركة، أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.